متابعينا، تنطلق اليوم أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 48 تحت عنوان مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج. لتفاصيل أكثر ننتقل لمراسلنا عبد الإله دليم. صبحك الله بالخير عبد الإله. صباحكم الله بالخير، صباح الخير على كل من يتابع قناة السعودية. اليوم نحن في مكة المكرمة في غرفة مكة بوجود وزارة الحج والعمرة، تقام هذه الندوة المهمة، وفي خصوص هذه الأعوام التي أقيمت فيها الندوة بأهم القضايا وأيضا أهم الحضور في غرفة مكة. الحديث أكثر عن هذه الندوة التي ابتدأت هذا اليوم عند الساعة 10 صباحا، معي في هذه اللحظات الأستاذ سعيد بن محمد بن نادر، وهو مدير الإدارة العامة للندوات والمؤتمرات بوزارة الحج. أهلا وسهلا بكم أستاذ سعيد، سعيدين بتواجدنا معك في هذه اللحظات. نبدأ بشكل تفصيلي عن ندوة الحج الكبرى لهذا العام. ندوة الحج هي عبارة عن منصة عالمية إسلامية تهدف إلى معالجة قضايا إسلامية وبالأخص في الحج. عمرها الآن 48 عام ولله الحمد والمنة، تستقطب نخبة من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة والشيوخ من جميع أقطار العالم. ما هي القضية هذا العام؟ أيضا ما هي أهم القضايا التي عملت عليها الندوة منذ تأسيسها؟ الندوة الحج حرصت على أن تعالج قضايا إسلامية كثيرة خلال 48 عام السابق، وفي كل عام تركز على قضية تخص موسم الحج الحالي. فهذا الموسم مراعاة الرخص الشرعية، و يعني نحاول ان احنا الحج بلا تصريح دعما للحملة الحج بلا تصريح. فهذه الندوة دعما للحملة الحج بلا تصريح بإذن الله تعالى. برأيك ما هي أهم الحلول والمبادرات التي قد تخرج منها ندوة الحج الكبرى لهذا العام؟ التوصيات التي تخرج بها ندوة الحج الكبرى سنويا، توصيات من نخبة من العلماء والمفتيين من داخل وخارج المملكة تخص العالم الإسلامي أجمع، وهي شاملة. مواضيع الندوة اليوم عندنا أكثر من محور تتمحور حول موضوع الندوة، وستخرج إن شاء الله بتوصيات تخص العالم الإسلامي جميعا بإذن الله. أستاذ سعيد، الندوة تشمل متحدثين أيضا علماء وأيضا حضور مهم، أبرز الحضور الذي انضم لهذه الندوة، ندوة الحج الكبرى. في عندنا من خارج المملكة مفتي جمهورية مصر، وعندنا الشيخ من داخل المملكة الشيخ فهد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ شعد السيثري، والشيخ صالح بن حميد إمام الحرم، وعندنا نخبة كبيرة من العلماء والمفتين هذا العام إن شاء الله. الأستاذ سعيد بن محمد بن نادر، وأنت مدير الإدارة العامة للندوات والمؤتمرات، ما الذي تمثله إقامة هذه الندوة لكم كوزارة حج وعمرة وأنت مدير الإدارة العامة للندوات والمؤتمرات؟ هذه إرث فعلا يعني صنعه الأسبقين ونحن نكمل عليه بإذن الله. وحريص الوزارة على أن كل سنة تقيم هذه الندوة في موسم الحج بإذن الله هذه السنة والعام القادمة بإذن الله. الأستاذ سعيد بن محمد بن نادر، وأنت مدير الإدارة العامة للندوات والمؤتمرات بوزارة الحج والعمرة، سعيدين بك وسعيدين بهذا الوقت الاستضافة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الله هلا وسهلا. إذن كما تابعتم زملائي، كان هذا الحديث مع الأستاذ سعيد بن محمد بن نادر، وهو مدير الإدارة العامة للندوات والمؤتمرات، حكى عن هذه الندوة أنها إرث لوزارة الحج والعمرة، وأيضا ندوة الحج الكبرى هي 48 عام من الحديث عن القضايا في الحج، وهذا العام اهتمت القضايا بالرخص، وأهم ما سيتوصل له
له حضور هذه الندوة من المشايخ والعلماء، وأيضا أهم الحضور الذي ذكرهم الأستاذ سعيد بن محمد بن نادر. هذا ما كان لدي، العودة لكم في الاستوديو. شكرا أكيد لزميلنا عبد الإله دليم. شكرا.